السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة الزيتون ومرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. حبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بحد ولاد عبدون بخريبكة، واللي ما عرفاش كاينة في المملكة المغربية الخيرات والروال الجالية المغربية والناس مال المدن الكبرى قبل المملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيتون ومرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، حبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. أيا لا ترجع لبنات ولاد بتاريخ 21 راك في التلفازة زهيرة 21/7/2024 الخيرة تنوري ولجميع المشاهدين. الحم الجملي هنايا، الحم الجملي ولد الحاج محمد زهير والمختار كما تشوفوا. الحاج محمد ما كاينش اليوم وكاين ولادو في بلاصتو. كي تشوفوا هاد الخيرة تنوري ولجميع المشاهدين. وبشحال تدفيع الدروة سي زهير؟ الدروة 4000 ريال. 1000 الرابع. واللحم شحال باتي تاع الجملي؟ 100 درهم. واني داكشي باقي كيرضى بدري، هذاكشي باين بدري تاع الجملي. لقينا على امها. لا عارفين عارفين هدروتها كلشي. هي هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان. الدروة 200 درهم واللحم 100 درهم. الكبده بشحال باتي تاع الجملي؟ خدمت معاك نهار ثلاثة وخدمت 3000 تاع الجملي. الكبده والقلب ولا مخلطه بشي حاجه؟ الكبده والقلب ولا بغيتي كاع شويه ديال الكلوه الجبال. هذا الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين والحباب تونا في المكان. مرحبا بالمختار مرجان وزهير مرجان وجميع الحباب تونا. الناس سطالي هاد السيد من الجالية المغربية تا هو. هذا رشيد وتكرم تا هو معاكم. راهو الدين ود الاميري تا هو صاحبنا هنايا في حد ولاد عبدون بخريبكة. وعندو الحانوت فين؟ المسيرة. في المسيرة. مدرسة البنت ولا كيفاش يقول لينا؟ مرحبا تحياتي ليهم جميعا. على ولاد عمنا وخوتنا وصحابنا. مرحبا بسي راه الدين. وتنحيوا جميع الحباب تونا في المكان ومن طنجة لكويرة في القرى او في البادية او في المدن الصغرى ولا الكبرى بالمملكة المغربية. اهلا بكم. بشحال بعتي اليوم سي راه الدين؟ اليوم غادي 1800 في الله حاطينها 90 درهم اللي غادي يدير. كاين هناك الحانوت؟ هناك الحانوت. قلتي عندك في المسيره؟ شت العجل شتو ماركه زوينه. ود الاميري راه معروف راجل درافات راجل مخير وصاحبنا. واليوم غادي تخدم هنا الحاج راه الدين؟ صافي تحزمتي؟ تحزمتي. حيد وليدي حيد. الله تمشي معي. خلي حتى نهار الحد ونجيبو ليكم. يبقى مع عبد الرحمن ولدي وما ايه راه بويا خوبوه ماشي احنا فارقين. تنقولوا للحباب تونا ما تنساوش لينا الحسين في الاربع الكفاف او السبت تاع الفقرة او حد ولاد عبدون بخريبكة. بشحال تتبيع اليوم؟ 18. راه مهاوري الحسين تيقول لنا 18 واني لابد ما خلا واحد ما تحيد له جوج دراهم. خفتو شحال؟ 1,600,000. درتو اكثر من 70 غدا. اكثر من 70 170. بغيتي ديروا لي 140؟ وا الله الله تبارك الله على السي الحسين. قلت لي 1,800 باش تبيع. ياكم السيمانة الأولى. وليش تعطلتوا؟ يا الله. ما كاين باس ما كاين باس. خير وفين ما اختار الله. واحد شوية الماء شلل هذا. شلل هذا واحد شوية الماء. معليش. بشحال غتبيع اليوم الكبدة والقلب؟ 2400.
وشي مخلط 12 ميت وثمن زوين ثمن زوين السلعه شويه طايحه ماشي غاليه ياك راجعه شويه راجعه واخا هما الجزاره عندهم الغلاف شويه تاعنا انتوما واش غدير وهاد شويه اي وهاد التقليه بشحال غتبيع 500 مخلطه خلطه واللي بغاها وحده بغاها وحده 700 تبيعها ب 700 تبيعها ب 700 موحد بيعها بوزيتون ها هو قلت البيع بيع وهاد الحم راس شحال الحم راس 1000 ريال ها وبغاو شويه من الجبنه خاويه لا شحمه لا والو اخر عيطوا عندنا الناس قال لك توحشنا التقليه واحد البارح عيط لي راه قال لي بغا يضرب 4 كيلو راس وش كيلو كرشه وانا نبوزني سبحان الله قال لي كنمشي السوق وما صدقش ما كنتيش احنا نصحابك غادي تخدم السيمانه الاولى ياك بخير ناشط سلم لي على سفيان خير هذا مصطفى يخدم بالقلبي والفكري تاشيا تبارك تبارك الله مصطفى وتطلع شبد هذاك الباشا ها وشت عندك العنسي اليوم ما عندكش الغلمي ما درتيش وكا وخويا هاكو سير هاك علي عينك لله شتا تبيع هاد العنسي ها العنسي البكري قلت لك 90 درهم ولد عمي والكرشة رخيصة وزيد وسالم وتعالى وسيم لا نسي 2200 2200 وحدة حلوقة وحدة زوينة تاع الحاج محمد وتلماطي لامين تاع الاربع الكفاف اغلب الشوا ما عندي ما نقول هادي سلعة الحاج محمد مصيفة طال شان ايه ماشي انا كنبلغ سلامي من هنا لودي ايوب من هنا حتى الطاليان مرحبا تحياتي لي تحياتي من هنا حتى لايطاليا مرحبا كوني عملت كونيو تشيفا كونيو تشيفا هذا العيني هذا قول الحاج محمد اللي ما تيقردش اللحم اللي جات يعطيه كما تشوفوا هنا في حد ولاد عبدون بخريب بشحال بعتي اليوم اللحم بشحال 90 درهم 90 درهم باش بعتي اللحم ما قلت عليه ما عيدش تمام من المقعد وهالكرعي شحال الحاج 6000 كرعي مشبطي الحاج محمد ولد المعطي هنايا انا تصورتك معاه جات بينا الهضره زعما اللي قلت لا ما صافي او هذا ابراهيم ولد الحاج محمد تاعك هذا ابراهيم ولده هانا سي ابراهيم اقول الحاج راه ما الله يعطيك الخير اودي ابراهيم مرحبا بابراهيم خليتي في هذاك الراجل هذيك السيمانه صدق ياك ياك سبحان الله ايوا سيدي مزيان اجا باقي في السعوديه جا هو ولا فين؟ لا كاين جا اي متى؟ ايوا على سلامته فاش ياك بخير بعدا ما معمري لا مواسم عندكم ولا والو غادي يكونوا مرحبا وبشحال بعتي لهم هاد الشيء هذا قال امين تاع حد ولاد عبدون بخريبكا كما تشوفوا تنوريو الخيرات جميع المشاهدين قال لنا 90 درهم وقال ما كانش المليح اخير ما كاين ما تيكتب تعرفوا هذا ماشي الله عرفتوا ولا هذيك راه خلقنا مع بعضياتنا هنايا راه راجل طرفاتو المليح ديما تاعنا ما لحقناش وهضرنا هنايا كل ما كانش تاعنا ما نهضروش واسي بوشايب سي مصطفى راه خونا وصاحبنا ويبيع اللحم ب 2000 ويجي يقول 15 لا يبطل شحال سي بوشايب اليوم 1900 1900 ابو شعيب ديما المليح ديما المليح وراجل مخير الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناه الزيتون المرجان
والحباب تونا فين ما كانوا. اهلا بكم. هذا عبد الغني توك صاحبنا، راجل مسوق، راجل مخجر، وصاحبنا الحبر الراس والتقليه والمخاخ والخيرات كما تشوفوا، تنوريوا جميع المشاهدين قناه الزيتون المرجان فين ما كانوا. اهلا بكم. تبارك الله على السي عبد الغني، نهار زين. بشحال هذا الحبر الراس اليوم؟ 1000 ريال باش تبيعيه مخلط وحده؟ هي الثمن اللي كاين في باقي الثمن كاين اللي كان العام اللي فات. هذا العام واخا عواشير، واخا السلعه مزيونه، السلعه مزيونه. والتقاليه بشحال؟ 500 مخلطه، واللي بغا وحدها 700 800. واخا ثمن زوين. وهذا الشيء والكبده والقلب، الكبده والقلب 3000 ريال. تيقول لنا الكبده والقلب 3000. وهاد المخيخ شحال هاد؟ 800 700. هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين الحباب تونا في المكان. عبد الغني تاهو صاحبنا وراجل مريقل.